بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أهنئ اسكندريوش بهذا العيد المبارك السعيد، أعاده الله علينا وعلى سائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. ومن خلال هذا المنبر كذلك أشكر اسكندريوش نساءهم ورجالهم شبانهم وشبيبهم ونساءهم ورجالهم على هذا اللقاء المبارك الذي هيئه لنا لنحيي هذه الشعيرة الدينية التي هي صلاة عيد الفطر المبارك. كما أشكر الصحافة ديال الدريوش الذين يكتبون في مواقع، وأطلب منهم أن يكونوا صديقين فيما ينشرون حتى لا يقع هناك تشويش ولا يقع هناك تشويه يعني لبعض الأشخاص، وهذا من الأمانة التي وضعت على عاتق رجال الصحافة ونسائهم قاطبة. وفي الختام أشكركم وأشكر كل أهل المواقع في الدريوش، وجزاكم الله عن أحسن الجزاء، وشكرا جزيلا، وعيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.